بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. الفاتحة. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن أو كما
يسمى العيد الأكبر. والعيد الأكبر فيه معان عظيمة، فيه معان سامية. إن في العيد الأكبر معنى أكبر، ألا وهو أن تتلاقى جموع المسلمين في صبيحة هذا اليوم يأتمرون بصلاة العيد، مكبرين، مهللين، مسبحين، ذاكرين. هذا الاجتماع وهذه الوحدة الذي يتمنى أن يعود إليها المسلمون اليوم في بقاع الأرض كلها، في شتى بقاع العالم، أتمنى أن يفهم المسلمون هذا المعنى. وخاصة بالأمس كان أعظم مؤتمر إسلامي قدره الله، مؤتمر يتجدد كل عام، تتلاحم فيه جموع المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، لكن كلمة الله جمعتهم، لكن شعيرة الإسلام وحدت صفهم. فالكل كان بالأمس على عرفات بزي واحد، بلسان واحد، بذكر واحد للواحد جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رغم اختلاف الألسنة، لكن اللسان توحد، وكأن الله يقول لعباده، يقول للمسلمين، يقول للمؤمنين: آل الأوان أن تجتمعوا، آل الأوان أن تتحدوا، آل الأوان أن تذوب فرقتكم، أن تتلاشى مشاكلكم، آل الأوان أن تفهموا قول الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها الإخوة، هذا المعنى نجده في العيد الأكبر حين تتلاحم جموع المسلمين يذهبون إلى المصلى في بكورة الصباح، في طليعة الصباح، يذهبون بذكر الله، يذهبون بنداء الله، يأتمون بإمام واحد. أيها الإخوة، أحبة المصطفى، ألا لا أحوجنا المسلمين اليوم إلى رفع روح هذه الوحدة التي يناجينا الله بها بقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة الأحبة، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أجمل المسلمين في وحدتهم، ما أجمل المسلمين في ترابطهم، ما أجمل المسلمين في تآلفهم وتكاتفهم. لو كان المسلمون أمة واحدة، أمة متراصة، أمة مترابطة، أمة متكاتفة، أمة متآلفة،
ما استطاع العدو أن ينفذ بينهم، وما كان القدس حتى هذه اللحظة أسير تحت أيدي يهود. لو كان المسلمون أمة واحدة، لو كان المسلمون اليوم أمة واحدة لجمعهم شعار الإسلام الذي وحد الله به بينهم. لكنني عجيب وعاجب لحالي، لحال العرب والمسلمين، العرب الذي هم لسانهم واحد وعادتهم واحدة وألسنتهم واحدة ولغتهم واحدة ودينهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة، ومع ذلك شيعا وأحزابا وربا على اختلاف ألسنتها ولهجاتها اجتمعت وأخرجت عملة تضاهي العملة القوية في العالم. أين العملة العربية؟ أين عملة الاقتصاد الإسلامية العاملة؟ مع أن كل شعيرة في الإسلام تدعونا إلى الوحدة، تدعونا إلى الاعتصام، تدعونا إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما أحوج كل المسلمين اليوم أن يفهموا الحكمة الأساسية من تشريع الإسلام وأحكامه، ألا وهو التراويح. فالصلاة جماعة، والصوم جماعة، والزكاة أيضا جماعة، والحج جماعة. ليس في الإسلام مكان للفردية، فلما نحن متحزبون ومختلفون ومتناحرون؟ هذا يدل على أن حكمة التشريع الإسلامي عن الكثير منا غائبة. أيها الإخوة، إن في العيد الأكبر معنى أكبر، ألا وهو إذا كان المسلمون في صبيحتهم في هذا اليوم، يوم النحر، بعد صلاتهم امتثالا لقول ربهم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كل يتبادل منهم القادر إلى ذبيحته فيضحي بها قربانا إلى الله وتقربا إلى الله. وهذا هو المقصود من هذا المسلك ومن هذه الشريعة. والمقصود أيضا من كل العبادات كما يقول ربنا جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، في العيد الأكبر معنى أكبر، كما ضحينا بذبيحتنا قربة إلى الله وزلفى إلى الله، ألا نفهم من معنى التضحية والبذل والعطاء أن يكون هناك عطاء آخر وبذل آخر وتضحية أخرى؟ أن نضحي بالمشاكل التي فرقت وحدتنا، أن نضحي بالمشاكل التي فرقت جمعنا، أن نضحي بالمشاكل التي مزقت صفنا. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم من معنى التضحية. هناك تضحية أخرى وبذل آخر وعطاء آخر، ألا وهو العطاء المعنوي، عطاء المسلم لأمته، عطاء المسلم للمسلمين،
عطاء المسلم للجماعة المسلمة. وكنا نفهم جميعا القاعدة التي تقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة هذا المعنى، هذا العطاء وهذا البذل. علم رسول الله الصحابة هذا العطاء، فكان الصحابة جميعا ينطلقون نحو هذا العطاء، لا يتخلف منهم رجل واحد. ما أحوجنا إلى هذه التضحية اليوم، التضحية التي تجمع قلوبنا وتوحد صفوفنا وتجمع كلمتنا وتجعلنا أمة متراصة، أمة متراصة، أمة متراصة، كما يقول الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذا المعنى يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلمون، في العيد الأكبر معنى أكبر، وهو أن نتذكر العلي الأعلى الأكبر فنكبره ونذكره ونشكره على ما أولانا من نعم، وما أولانا من فضل، وما أعطانا من عباد. والله عز وجل دائما عقب أداء الفرائض يطالبنا بهذا المعنى العظيم. فانظروا مثلا بعد الصلاة يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ثم ماذا؟ واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانظروا بعد الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الحج يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم يناجي الله الحجيج ويناجينا جميعا: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن ثم أنت تذكر الله من صبيحة فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. أيها الإخوة، في العيد الأكبر معنى أكبر، وهو ربط المسلم بذكر الله، ربط المسلم بذكر العلي الأعلى، ربط المسلم بالكبير وبذي الكبير، ربط المسلم بالخالق، ربط المسلم بالذكر الذي أساسا خلقنا له. وما أعظم المسلم وهو يذكر الله. فذكر الله أسمى ما يقدمه الإنسان لنفسه. ومن ثم كان الله يطالبنا بهذا التقديم
حين يقول لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: استكثروا من الباقيات الصالحات. قال الصحابة: وما الباقيات الصالحات يا رسول الله؟ قال: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أي قول لا إله إلا الله، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها الإخوة، إن المسلمين اليوم في حاجة إلى ثورة كبيرة. هل تدرون ما هذه الثورة؟ ثورة العودة إلى ذكر الله. ما أحوجنا اليوم إلى ثورة تعودنا إلى أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا وعلى جميع أحياننا، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يذكر الله على جميع أحيانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن من سار على نهجهم وطريقهم وضربهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ألا ما أحوجنا اليوم إلى أن نفهم تلكم الأيام التي نعيش الآن في نفحاتها وغرضاتها وخيراتها وبركاتها. إنها أيام الذكر، الذكر الذي يناجيك الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا الذكر الذي يناجينا الله به في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا الذكر الذي يجعلك من أهل السباق إلى الله، من أهل التسابق، من أهل قول الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. الذكر يضعك في مصاف السابقين، في مصاف السابقين إلى الله. ولست أنا أقول ذلك من عندي، إنما يقول لنا ذلك الحبيب المصطفى أسعد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، كما روى الإمام البخاري عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ويسير من المدينة إلى مكة فمر على جبل يسمى جمدان، فقال للصحابة: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله، الذاكرون.
الله كثيرا والذاكرات. إن الذكر أيها المسلم يجعلك تفي بأعمال الإسلام كاملة إن قصرت في بعضها. فقد جاء رجل كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى سيدنا رسول الله وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي. فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وما أحوجني إلى أن نفهم هذا المعنى، إلى أن نفهم هذا المعنى في خضم هذه الحياة التي تشعبت بقلوبنا والتي جعلت قلوبنا غير مطمئنة. أقول في وسط مشاكل الحياة التي جعلت القلوب مضطربة، التي جعلت القلوب غير ساكنة، أقول إن الذي يسكن القلب ويطمئنه، يسكن القلب ويثبته، هو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون، يا ليتنا نعيش هذه المعاني في هذه الأيام ونطبقها. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل أعمالنا وتقبل نسكنا، اللهم تقبل أعمالنا وتقبل نسكنا، وأصلح أحوالنا وذلل صعبنا واجمع شتاتنا ووحد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حرك الأمة والعباد إلى الجهاد حتى يحرر العباد والبلاد، ويحرر الأقصى الأسير، ويحرر الأقصى الأسير، ويحرر الأقصى الأسير. اللهم إنا نسألك رحمة منك تجمع بها أمرنا وتولي بها ملفتنا. اللهم هذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالوعود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحزنا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حجة مبرورة، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور.
اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، وموتا في حرم رسولك، ودفنا في حرم رسولك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة وشفاعة المصطفى. اللهم أوردنا حوله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا رغم بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه ربنا في الجنة كما آمنا به ولم نره. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.